عطار عجوز قال لي حطي الليمون على الكركم واستعدي لدخول العيد. ايوه حبيبه قلبي، هنحط الليمون على الكركم كده وهنحل بيه اكبر مشكله بتقابلنا للسيدات وللرجال وللاطفال وبابسط الاشياء يا حبايب قلبي. وتعالوا نصلي على رسول الله علشان نكسب الثواب مع بعض. هنجيب كده فخاره او بوله حلوه، هنحط فيها معلقه من الكركم وهنعصر عليها نص ليمونه كامله. عصرنا كده نص الليمونه على الكركم كده يا حبايبي، هنقلبها كده تقليبه حلوه كده. كده خلاص يا حبايبي قلبناها كده وظبطناها. هنجيب بقى المحتوى التاني، هنجيب كده معلقتين او ثلاثة من خل التفاح، وهنقلب برضو الكركم مع الليمون كده تقليبة حلوة. كده خلاص قلبناه وظبطناه، هنجيب معلقة حلوة كده من كربونات يا حبايب قلبي. كده خلاص حطيناهم كده على بعض، وطبعا التفاعل ده شيء طبيعي خالص، والفوران ده يا حبيبتي طبعا هقول لكم على الفايده العظيمه الكبيره للمحتويات والوصفه الجميله دي. ده طبعا تنظيف وتبييض وخلي اسنانك زي اللؤلؤ يا حبيبه قلبي. هنجيبها كده وهنعملها مرتين في الاسبوع وبعد كده مرتين في الشهر. مش هتحتاجي لاي تنظيف عند اي دكتور او اي عياده، وهتخلي اسنانك زي اللؤلؤ يا حبيبه قلبي. هتجيب الفرشه كده وهتن تدعكي في سنك، حتى لو كان حد بيشرب السجاير، وطبعا تعرفين اصفرار السجاير ده صعب اول واحد يطلعه الا غير عند الدكتور والجير اللي بيبقى على السنان. ده هيعمل لك فوران كامل في سنانك، هتخلي سنانك زي اللؤلؤ يا حبيبتي. هتني كده تعملي بالفرشه اكتر من دقيقه، هتخلي سنانك زي الفل يا حبيبتي. وتعملي وتتهني، ويا ريت نشير في الشير واللايك.